السلام عليكم خوتي، حنا الناس الفراشه معروفين، سوق ساعه سوق صالحين، العالم كله تيعرفو. ما كاينش شي واحد ما تيعرف سوق ساعه. كاين اللي ضارب هنا في سوق ساعه اكثر من 40 سنه، كاين انا والديا كبروني بسوق ساعه. كاين هنا الاغلبيه اللي ما تيصرفش، تيخسر على السد، تيصرف على السد ديال الناس. كاين اللي كاري، كاين اللي تيخلص الدواء، كاين اللي عاد شحال من حاجه تيخلصها من هاد سوق ساعه. الناس النهار الاول ما كانش هاد الحوانت ولادو، هاد الحوانت ولاد ولاد القيصريه الاساس ديالها هي سوق ساعه. ولكن الناس ديال سوق ساعه كنتفاجئوا انهم ما مستافدينش من هاد الحوانت، وما مستافدينش من المشاريع، ما مستافدينش من المشاريع. تلقاو الناس ديال سوق ساعه هما باقيين في بلايصهم، ولكن السلطان النهار اللي تترشق لها على سوق ساعه راه كيبدا تقول لها، تقول لهم دوزوا لهاد الجي، تحولوا من هنا، تحولوا من هنا، بدون بديل، بدون رقيب، بدون محاسب. السوق ساعه النهار اللي بغات تقنن وبغاو يديروا الناس جمعيه ويقنوها، راه السلطه المحليه ما بغاتش، قالت لي قالت لنا ما عندكمش الحق ديروا شي جمعيه ولا ديروا ولا تقنوا ريوسكم. حنا دابا حاليا احنا متشردين، النهار هزونا من سوق ساعه، من سوق، من دوار جديد. حنا محسوبين على المقاطعه ديال حي كريمه، جابونا لهنا. القايد شو تيقول لينا؟ سيروا لحي كريمه، مسوني مسشكم. حنا ولينا بحال اللي خدامين في شي حاجه ماشي قانونيه، ولا تيقول لك القايد سير مسوني مسك، تيجي هنا خدمتي ثلاث ايام، ولا تيقول لك سير الحي الرحمه، باغي يصيفطك مقاطعه انت ما محسوبش عليها. تيقول لك، تيقول لك مقاطعه ما محسوبش عليها، انت مشي للقايد ديال المقاطعه ديال الحي الرحمه، تيقول لك انت ما خدام، انت ماشي على حسابي، انت راه غتبقى هنا واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام وغادي نهزك بمبنى هاد الناس ديال القيصريه. بغينا نعرفوا هاد الناس هادو ديال سوق ساعه واش ماشي من حقهم انهم حتى هما يستافدوا من المشروع؟ واش ماشي من حقهم انهم حتى هما يكون عندهم حوانت وحتى السلطه تجي تعبر لهم كما كتعبر لهاد الناس هادو وتعطيهم بلايص ديالهم؟ هنا الناس متضررين بزاف، الناس راه دابا خمس ايام ما خدموش، بانت عليهم. كاين اللي دابا ما لاقي ما ياكل، الناس راه جايبين الخبز عارفي تياكلوا فيه. حنا كنطالبوا من السلطه المحليه انهم يعطيونا حق ديالنا. انا دابا القايد ملي تنمشيو نهضروا معاه، حنا القايد ملي تنمشيو نهضروا معاه شي يقول لنا سيروا دبروا على راسكم، سيروا قلبوا فين تخدموا. هاد الناس هادو راه قبل من هاد الناس كاملين، هاد الناس هاد الناس هادو راه اللي ضارب 40 سنة، أنا راه عنده 60 60 عام في عمره، راه ضارب 40 سنة في السوق، أنا راه 27 عام في حياتي، راه ما تنعرف ندير شي حاجة أخرى من غير التجارة. إلا حيدونا من هنا غادي يشردونا وغيشردوا ولاد هاد الناس كاملين اللي كتشوفي. وحنا تنطالبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا، وتنطالبوا جلالة الملك يشوف من حالة سوق ساعة، حيت حنا ملي كنجيو نسمعوا الأقوال اللي كتداول هنا في هاد الشيء، تيقول لك المشروع راه مديور لسوق صالحين. فين هما سوق صالحين؟ أنا أغلبية الناس شارين الحوانت، وأغلبية صحاب قيصرية شارين الحوانت، ما كانوش كاع في السوق، ماشي هما ماشي من سوق ساعة، قليل الناس. عندنا واحد 30% ولا 40% اللي في قيصرية هما الناس اللي من حقهم يستافدوا، أما الشيء الآخر غا شاري. واش حنا معمرنا في حياتنا شفنا ان مقدم عنده سبعة الحوانت في القيصرية؟ كان هو غير مقدم ولا شغل مقدمين شويه، ولا ملياردير بالطوموبيل بالكات كات بالحوانت، ما هادشي راه لا يعقل هادشي. حنا راه ولينا في بلاد ديال الفوضى، انا بغينا المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال هاد الناس هاد. وعاش الملك. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.